هي ويعني جاية عندي وطارقة الشعر تبارك الله، الشعر قد قداش اخي باضر، والعينين تبارك الله قد قداش اخي باضر، وهي جاتني وانت جمينا فهي زوينة. عمرها ما جاتني شيء خايب، باش ما نخاف يعني في كه جبل، يعني بحال الجبل، بحال الجبل تدخل واحد المسافة، كتدخل كاين غير الشماع، ما كاينش ضوء، الضوء ما كاينش، يعني الضوء ما كاينش، كهرباء ما كاينش، كاين غير الشماع، الشماع الشماع الشماع، الحنة شاية ما نقدرش نقولها لكم اخي. انا خايب هضره، كنبغي ندخل معاك في هذا العالم هذا، راه ما كتخلينيش ندخل معاك شي شتي ديال ديال العراسات والغناو كيفاش؟ العراسات ديالهم اخويا بدر عادي، يعني حتى هما كيديروا الليلات ديالهم، قناوه كيكونوا قناوات، يكونوا جلالات، يكونوا حداشات، يكونوا عيساوة، يعني العالم ديالهم راه افتراضي، واحد العالم، واحد العالم اخويا بدر حتى هما تيكون عندهم بحال الالات الموسيقيه اللي كاينين. الو السلام عليكم اخويا. صافا لاباس عليك؟ هاني كلشي مزيان. اهلا سي بدر، كي داير؟ لاباس عليك. الله يحفظك. ديك النهار كملنا القصه من راسنا وصافي. وماشي مشكل، كان وقع هذاك المشكل، ماشي مشكل. كي داير؟ كلشي مزيان؟ تواصلت معايا؟ والله الا بخير اخويا بدر، كي داير انت؟ امورك هانيه وكلشي مزيان؟ والله الحمد لله في احسن الاحوال اخي عبد الحميد. والله الا توحشناكم السي بدر. هادي بعدا كيبقات الاخت شويه بعدا. الحمد لله، الله يحفظك، الله يحفظك ويكبر بك اخويا عبد الحميد. امين يا ربي امين. خويا عبد الحميد كي داير انت؟ كي داير الامور بعدا؟ كلشي هانيه والله الا حنا تنسلكو نعدي وسلكو عدي. عبد الحميد نحاولوا اننا لان كاين اللي ما حضرش معنا القصه، نحاولوا نبداو البدايه باختصار ياك؟ كون غير واخا اخويا اخويا بدر اخويا بدر اخويا، واحد السيده كانت كتهضر معاك دابا ياك؟ اييه كانت كتهضر معاك دابا. أيه. السيده قلت لي، قالت لك واش عندها السحر الثقاف وكانوا كيكذبوا عليها الرقات ياك؟ خويا شغنقول لك اخويا بدر، السلام في السيده اللي كانت طالعه دابا عندها الثقافه اخويا، يعني كاين ثقافه، كاين ثقافه اخويا، والثقافه داير لها في المقبره اخويا بدر. يعني هذيك الهضره اللي قالت بصح. يعني دايره عند اخويا، عند السيده دايره الثقافه، وفعلا جايه الضربه قريبه من عند العائله ديالها اخويا، وحنا ما بغيناش نجيبوا الزهر، انما رانا الشوكه ديالي حاليا اخويا بدر واقفه، ومع هذا الميلود هذا ديال العواش دابا حاليا، والراس مخربق اخويا بدر، وتنتصرني حتى عليا في واحد الوقيته اللي انا مخربق فيها ديال بصح. والله اخويا بدر العواش هذه دابا الناس اللي كيعرفوا في هذا الشيء هذا ديال الميلود وهذا الشيء ديال الناس الحال راه يكونوا فاهمين وعارفين هذا الشيء كيفاش داير. فهمت. يعني اخويا السيده بصح عندها، اخويا السيده عندها بصح عندها الثقاف، فهمتني اخويا بدر؟ السيده عندها تقع فعلا اخويا، من خلال الهضره ديالها بان لي داكشي اللي عندها اخويا بدر بصح. يعني اخويا شوف، انا ما كنبغيش نطرق لهذ المواضيع هذو ديال الرقات، لانه كله الافعال ديالو مع الله سبحانه وتعالى، وكله باش غير يلقى مولاه، فهمتيني اخويا بدر؟ فهمتك. وحتى العشبه ديال الدار ديالهم اخويا بدر، حتى العشبه ديال الدار ديالهم حتى هي مرشوشه، داير لهم السحر اخويا، داير لهم سحر مرشوش. وعندهم هذه العلاقة، عندهم العلاقة مع العائلة ديالهم اخويا بدر، عندهم العلاقة ديال العائلة ديالهم مكرفصة، يعني عندهم نزاعات كبيرة، مع لا على شي أراضي ولا على شي، المهم كاين شي حاجة هكا. فهمتني اخويا بدر؟ داير لهم السحر اخويا، داير لهم السحر يعني دمار، داير لهم السحر ديال التشتيت، يعني هذيك البنت غتسولها، غتولي تطلعها تسولها، تقول لها واش الدار ديالكم هانين؟ الدار ديالهم اخويا ما هانينش، عندهم مشاكل، هاد السيده اللي كانت كتهضر عندهم مشاكل، نزاعات، عندهم دار مخربقه، ما كاينش الراحه ديالهم، الراحه ديالهم ما كاينش في الدار بعدا اصلا، الدار ديالهم الروينه نايضه. المهم اخويا بدر هذا ماشي الموضوع ديالنا، المهم انا بغيت غير نوضح للسيده اللي كان طالعه دابا حاليا. فهمتي اخويا بدر؟ السيده ما خصهاش تبقى غادا، اصلا الرقات بزاف، كل مره غادا عبرق يا اخويا بدر غتبقى تجيب عاد تهلوك الراس. الاحسن السيده تشد واحد اللي هو معقول وكتعرفه، ويعني تسول عليه وتسول لها الاعمال ديالو كيفاش دايره، هذيك الساعه يمكن لها تطرق معاها الشغل ديالها. واخا. المهم اخويا بدر، كاين شي ناس قلت لي يعني كانوا ما حاضرونش على القصه من ما حاضرينش، يعني نحاولوا البدايه نختصروها في شي 5 دقائق كامله، القل الجزء الاول تختصروا في 5 دقائق الماكسيموم باش ندوزوا للجزء الثاني.
واخا خويا بدر ماشي مشكل. خويا بدر انا كانت عندي واحد المربيه واحد يعني واحد الجينيه من الصغر ديالي، كانت عندي واحد الجينيه اللي كانت انها كانت مربعاني في الصغر ديالي. فهمتني اخويا بدر؟ كانت مربعاني اخويا، يعني انا كنت فهمتي عندي واحد العلاقه انني حتى انا عندي يعني بصمه ديال الشرفه يعني الادارسه اللي هما الاصول ديال المغرب. فهمتني اخويا بدر؟ يعني اخويا انا يا كبرت في هذيك المسيره الصغار تاع راه كيف ما قلت لك هذيك المره اخويا بدر، انسان كيكون باقي صغير ما كيعرفش في الحياه وما كيعرفش، يعني انسان راه رضيع ما كيعرف يعني راجع عارف. خويا كانت هذيك السيده هذيك الجينيه اخويا كانت كتربعني انا يا في الصغار ديالي، وكانت يعني كانت يعني حاطه عليا العين وما تخلي حتى شي حاجه تاذيني وما كتخلي حتى شي حاجه يعني تدوز الساحه ديالي، كانت هي العوض ديال الام. يعني كما كنقولوا يعني واحد الانسانه كتكون تبنيك وكتكون يعني مربياك راه كالام ديالك. يعني الام واخا تكون غير مرضعاك راه ما تخليش شي حاجه تاذيك، ولا لا خويا بدر؟ وهي هذيك اخويا بدر تميت غادي مع الايام بحال هكاك، غادي كنكبر غادي كنستوعب في الدنيا، غادي كنستوعب في الحياه. فهذيك المده اللي انا كنت كندوزها يعني في الصغر لانني باقي ما كنعرف حتى شي حاجه، شويه ملي كبرت بديت كنشوف شي اشياء اللي هما غريبه على 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 العالم، يعني غريبه على العالم ديالك انت اللي كتعيشو وكتعيش ما بين عالمين، يعني كتعيش في العالم الروحاني وعالم عالم يعني العالم ديالنا حنا، يعني ما بين العالم ديال الجن والعالم ديال الانس. يعني كتشوف اخي بدر كنشوف شي حوايج اللي انا باقي صغير باقي العقل ديالي ما كيستوعبهمش، يعني وكنت كنخاف في الصغر ديالي كنخاف. ودوزت واحد المرضى خويا بدر اللي هي واحد المرضى اللي دوزت شي مرضى صعيبه، يعني ما خلاو فين داوني الدار، ما عرفوا اطباء ما عرفوا شنو عندي، يوم يتسروا بيا في الطبار قلت في السويسي في الرباط، يعني دازت عليا كما كنقولوا دازت عليا في الصغر ديال بصح. يعني انا داخلاني ملكه والدار ما عارفينش هادشي هذا شنو هو. المهم بقيت غادي مع الحياه اخويا بدر، غادي كنفهم الحياه شويه ولاو كيجوا عندي ولاد هاك يلعبوا معايا كيخرجوا معايا، انا عزيز عليا الواد اخويا بدر، خاصني نمشي للواد، خاصني ندوز وقتي نهار كامل في الواد لان هذيك البلاصه ديالها هي تما هي كاينه في الواد، خاصني انا نمشي للواد، خاصني ندوز نهار كامل ديالي في الواد، خاصني نعوم، خاصني نمشي للواد. المهم ما لا ما لقيتش ما ندير، خاصني نمشي للواد. وكان واش طلعتي معايا بسميت عبد الحميد ولا باش طلعتي معايا في القصه اللي كانت؟ لا كنت طلعت معاك بسمية ديال حمزه اخويا بدر. اييه حمزه داكشي يصيفطوا لي زاد مين كنت طالع معاك بسمية ديال حمزه. محليس المهم اخويا بدر بالنسبه لولادها تا هما ولاو كيلعبوا معايا في الصغور، خرج تا هما كيخرجوا معايا، دخلت للدار كيدخلوا معايا، كيمشيو عند الوالده كيبقاو يلعبوا تا هي كيبقاو يلعبوا معاها. هاد المساله هادي نسيت ما قلتها لكش اخويا بدر. كيمشيو حتى عند الوالده ديالي كتكون ناعسه ثاني كيمشيو عندها كيبقاو يجروا عليها الغطاء كيبقاو كيصوها في رجليها. الوالده واحد المره نسيت ما قلتها لكش حلمت بيديها صبحت يديها يعني فيها الحنه، راه بزاف ديال الحوايج اخويا بدر. اييه يعني صافي بقيت انا غادي بهذيك المسيره وكما قلت لك اخويا بدر اللي زغب الله يعني يحاول يلعب معايا. المهم وهذيك القصه ديال انني انايا كنت خارج كنلعب الكره، واحد السيد ضربني وملي شافته ضربني حتى هي ضرباته وعوجات له يده وعوجات له فمه، يعني وكتسحب لهم ضروره انا اللي ضربته واخا هو كبر مني، يعني كتسحب لهم انا اللي ضربته. وهي هذيك اخويا بدر جاو عندي موالين الدار ديالهم قالوا لي واش انت اللي ضربتي؟ قلت لهم راه ماشي انا، راه الدراري راه هما شاهدي، يعني راه انا ما قصروش. المهم اخويا بدر صافي بقيت انا غادي في هذيك الحياه. الجد ديالي قبل ما يموت كان يقول لي شوف ولدي، كيقول لي راه انت راه تفرش شي حاجه في هذه الحياه هذه باللي راه انت عندك شي المهم هذا الشيء اللي فيا انا راه تهزيه نتايا وراه باينه ليا باللي انت راه غتكون شريف حتى انت. المهم انا صافي بقيت غادي في هذيك الهضره ديالو صافي. ملي مات هو اخويا بدر صافي انا شديت شبك عافاكم على جام الله يجازيكم بالخير. اي واحد شي خدمه ماشي هي هذيك شي خدمه روحانيه. خليك فشي بلاصه فيها كونيكسيون، خليك فشي بلاصه فيها كونيكسيون. اها انا دابا حاليا في الهواء طلق اخويا بدر الكونيكسيون موجوده. اها كمل لي. قلت لك اخويا بدر الجد ديالي حتى هو كان يحيد هادشي ديال الاسحار والثقاف، وكان يحيد هادشي ديال العكوس، وكان المهم كان هادشي كان كيطرق له هو، كان يعني كيفهم فيه بزاف، يعني كان كيفهم في العالم الروحاني بزاف، يعني وشي حاجه اخرى يعني شي خدمه ديال الاديه ما كانش يديرها اخويا بدر.
بالشهود ديال الناس، يعني بالشهود ديال الناس اللي هما يعني الناس القبيله يعني كيعرفوا بلي هذاك السيد راه انسان معقول وما كيدير شي حاجه ديال شي حاجه ديال المضره. المهم اخويا بدر، انا بقيت كذلك بحال هكاك ملي ما تجديت انايا دخلت لهذا العالم هذا، يعني دخلت له بدون شعور. صافي دخلت له بدون شعور اخويا بدر. كما قلت لك راه حنا عندنا واحد الموسم يعني كيتقام هنا في البلاصه اللي كنسكن فيها انا، كيتقام واحد الموسم يعني هذاك الموسم هذاك الليله ديال الموسم بحال اليوم وغدا عادي كل موسم بحال اليوم كيديروا واحد العادات واحد التقاليد، يعني هذه الموروث على الاجداد ديالنا كيديروا هذه القضيه هذه. كيديروا بالليل كيديروا هذيك الليله كيديروا فيها حماته وجلاله. المهم هذاك النهار كان حماته اخويا بدر، كنت انا مشيت غير نتفرج عادي كان بحالي بحال الناس مشيت نتفرج. صافي لقيت راسي بلاصه شويه شويه خويا بدر، ما وعيت براسي حتى انا لقيت راسي وسطهم. صافي بقيت كنجذب معاهم انايا وخدام. المهم كيف ما قلت لك ما وعيت اخويا بدر حتى لقيت راسي في بلاصه اخرى، كنت في بلاصه وليت راسي في بلاصه اخرى. عاد وعيت جات عندي واحد المراه حتى هي كبيره كبيره على الله سبحانه وتعالى، قالت لي يا ولدي قالت لي راك عم تخاف وراه هذا الحال ديالك ورانا عرفتك انت ما وعيتيش بهذا الشيء هذا، قالت لي راك اصلا الجدود ديالك راهما شرفاء وهذه وهذه كاع ما تخاف. يا ديك اخويا بدر صافي انا جيت للدار الخلعه ديالي وهذاك راه هذاك الشيء اللي كان هذاك الشيء حيت انا هذاك العالم جديد عليا كنت باقي ما كنعرفش هذا الشيء انا اصلا كاع مره. صافي جيت بحالتي للدار، كان تقريبا اخويا بدر وقيله شي وحده ولا جوج ديال الليل بحال هكا. دخلت للدار سديت الباب ديال البيت لقيت الضوء وهي تجي عندي، جات عندي المربيه اللي كانت مربياني الجنيه اللي كانت مربياني في الصغر. قالت لي شوف اولدي، قالت لي شوف هذا حالك وانت مولاه وهذه راه هي خبزتك وهذا الشيء اللي خلاو لك جدودك ها انت 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 ورثيه من عندهم. يعني هذا الشيء جاي عندي انا بالوراثه اخويا بدر، هذا الشيء جاي عندي من الفوق يعني جاي من جد لجد يعني حتى تصابيت به حتى انا. المهم اخويا بدر جات عندي قالت لي شوف، قالت لي ما تخافش من هذا الشيء هذا وهذا الشيء راه هذا راه الحال ديالك والحال ديال جدودك وانت ورثتي على جدودك، يعني بلا ما تخاف من هذا الشيء هذا، صافي هذا الشيء راه هو اللي كتب عليك الله به راه انت غاتعيش به. صافي قالت لي ما تخاف. صافي مشات بحالاتها وليت نعست بحالاتي انايا على غدا. جاو عند الوالد ديالي تلاقاو في العشيه قالوا له راه ولدك راه شنو دار شنو دار شنو دار. صحاب الوالد هادو كانوا المهم الهضره كتدلعاج، قال واحد راه درهم ديال التباخير اخي بدر كتبخر قبيله. المهم جا عنده واحد السيد تلاقاه صاحبه قال له راه ولدك ها شنو دار شنو دار شنو دار. كنت خارج برا صون عليا قال لي اجي يا ولدي انا بغيت نهضر معاك. قال لي اجي يا ولدي انا بغيت نهضر معاك، عرفت شنو الموضوع اللي يهضر معايا يهضر معايا عليه. صافي جيت للدار قال لي شنو داك الشيء اللي درتي البارح، قلت له انا هذاك الشيء اللي وقع لي البارح، قلت له راه عمري كنت ناويه ولا عمري انني انا ظنيت انني نوقع في هذا الشيء هذا، لانني انا راه ما عارفش في هذا الشيء هذا وما عرفش كيفاش توقع لي هذا المشكل هذا. وقال لي لا ولدي وانت زوين وانت انا باغيك تقرا وباغيك دير شي حاجه في المستقبل وبغيتك تعيش حياتك زوين وما تتبعش هذا الشيء هذا، راه ما بغيتكش تنحرف وهذا الشيء ديال الناس القدام وهذه. انا صافي درت له على خاطره قلت له صافي انا ما باقيش نمشي وما باقيش هادي وما باقيش هادي. صافي طرقت لهاد صافي قلت له ما باقيش نمشي، ولا وداروا هما خاي بدر وليت مشيت، ولا وداروا هما مره اخرى وليت مشيت. عيا ما يهضر معايا الوالد باش نبعد من هادشي هذا وهذاك الشيء اللي فيا واللي في راسي خاي بدر. صافي انا خاصني نمشي وكان. المهم اخويا بدر انا بقيت غادي معاها في هاد المسيره هادي، كتجي عندي كتهضر معايا كتوضح لي شي امور، وكانوا بغاو يدخلوني ملوك اخرين اخي بدر، كانوا بغاو يدخلوني ملوك من جانك اخرين، وكانوا بغاو يعني يدخلوني العالم ديال السحر والعالم ديال الشعوذه ويغريوني بالمال اخي بدر، ويجوا عندي وما يخصك خير وخصك اللي بغيتيها نحضروها لك واللي بغيتيها، المهم انت غير خدم معانا واطلب ما تسال. انا ما بغيتش اخويا بدر، وكما قلت لك انا عندي الوالد شويه ملتزم والوالده ما عندوش مع هذا الشيء يعني. صافي انا عندي حاجه وحده كنعرف انا مربيا ما باغيش ندخل شي حاجه ما باغيش ندخل شي عالم، لانني الا بغيت نخرج منه اخي بدر صعيب باش تخرجنا بعالم هذا، حيت دخلتي راه سهل وباش تخرج يعني كيولوا عندك كيولوا عندك مواثيق يعني كيف كتوثق يعني كدير معاهم وثاق يعني كدير معاهم بحال كونترا فهمتي اخي بدر. عرفتي كتبغي تخرج من هذا العالم هذا صعيب باش تخرج منه، والا خرجتي منه يعني خرجتي منه صحه غتجيبها في راسك ولا غتجيبها في شي واحد من العائله ديالك ولا غتجيبها شي واحد من ولادك. المهم اخويا بدر صافي انا ما بغيتش لهذا الشيء هذا، هما كيعياو عليا دخول وهذه وناضت الحرب اخي بدر، ناضت الحرب في الجسم ديالي، هما كيطايفوا على اساس هما كلشي باغي هذوك الملوك اللي كانوا باغيين يدخلوا حتى انايا يعني هي ما خلاتهمش.
اللي قالت لي ما حد انا معاك ما نخلي حتى شي واحد يدخل معايا صافي بقيت غادي اخويا بضرب هذيك المسيره وضيقت من صدري ضغط بزاف اخويا بضرب وبقات عندي واحد الغم تصور معايا خايب ضرب غم 3 سنين من سنين خايب ضرب ما كنقدرش نطلع النفس النفس ما كنقدرش نطلعها نعطي لبنادم غير دقيقه غير دقيقه خايب ضرب ما يطلعش النفس يديرها بحال هكا ويهبطها نعطيها دقيقه يتسطى يهبل يطش انا خويا بدر هزيت هذيك الدقه وصبرت اخويا بدر وهزيتها في قلبي وبقيت غادي في هذيك الحياه وساكت وصافي تغمغمت والوالد ديالي بدا يلتجا بيا الرقاد سير هكا سير هكا سير هكا المهم اخويا بدر واخا نمشي فين نمشي ما يعني ما يصور حتى شي حاجه يعني واخا نمشي على الراقي ما غايصور مني والو علاش انا عندي ملكه من الصغر يعني باش تحيي الماضي اخويا بدر باش تبدا معاه باش يبدا معاك البرنامج ديالك من الصغر اخي بدر حتى لهاد اللاج هذا اللي انا فيه دابا تقريبا راه شي 26 سنه دابا اخي بدر وانا كنعيش هاد الشيء هذا باش 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 يحيي معاك الماضي اخي بدر وتما غادي معاك البرنامج ما غايوصل حتى نتيجه وهاد الشيء عندهم عهود وهاد الشيء فيه مشربك اخي بدر يعني هي معشه يعني العروق ديالها طالقاهم فيا بالعربيه العروق ديالها طالقاهم فيا يعني وما يصور والو كيف قالت لك السيده بعاد كتمشي عبد الراقي كيقول لها حقا راه ما بقى فيك والو كتجيب حالها هذيك الهضره راه قلتها لك اخي بدر في الحصه اللي فاتت قلتها لك لان الجن اخي بدر لان الجن راه كيما قلت لك راه صعيب باش تلعب معاه صعيب باش تراوغو لانه هو اخي بدر الالعاب ديالو هو هذاك الشيء اللي كيدور له في دماغو ما يساويوش الالعاب ديالنا حتى في الربع ديال الالعاب اللي كنلعبوها احنا حيت هو الا بغيتي تلعب معاه الكبير غيلعب معاك شي حاجه مد الكبير واش فهمتي اخي بدر لان شي هذا كما كنقول اخي بدر انا هادشي ديال هادشي ديال هاد العالم هذا راه ماشي ديال الضحك وماشي ديال اللعب والانسان كما قلت لك اخي بدر اللي غيطلب يطلب السلام من عند الله سبحانه وتعالى لان الانسان اللي غيجي يدخل معك في الدومين هذا وغيدخل انه يتحاور معاك ويدير راسو فاهم وانا وكذا وكذا خويا عارف هضر معايا ما عارف سكت بحالك ما غنجيش نناقش معاك اكثر واش فهمتي يا اخويا بدر أرى شن اللي عمر شي واحد ما شنقول لك راه كاين بنادم بزاف اللي عايش في هذا العالم هذا خيبة راه ماشي انا الاول زعما ولا انا الثاني راه ناس عايشه راه عايشه كثار من هذه العيشه اللي عايشه انا راه كيكونوا عندهم شي ملوك كبار اخي بدر شي ملوك ديال الجن كبار صحاره اش جاب ما يفكك معاه اش جاب ما يفكك معاه والله لا تفكيتي معاه خيبة غيبقى جابك يبقى جابك يبقى جابك حتى تموت والنهار اللي تموت خيبة ضروري الا كان عندك هادشي ديال السلاله غيبقى حتى تبقى جاي مع السلاله ديالك كامله من جد الولد من جد الولد حتى تما حتى المهم كيما بغيتي غيبقى تابعك باش ما بغيتي المهم اخويا بدر صافي انايا بقيت غادي في هذه المسيره وشويه بديت كنحس بهذا الزر ديالي بدا كيتنفس شويه وهذه صافي المهم القضيه عندي بدات كترجع المهم انا كيف ما قلت لك انا بديت كنشد الخدمه ديال الناس اخويا بدر وبديت انا كنحيد اسحار الناس والانسان اللي ما كي كندير السبب كامل على الله سبحانه وتعالى شي انسانه كتكون يعني ما كتولدش كندير السبب ديالي على الله سبحانه وتعالى يجيب الله التيسير انسان علاش سير معايا بنيتك هذاك الشيء المراد اللي باغيه انت سير معايا بنيتك امور كامله غتكون كامله مقبوله وهذاك الشيء اللي بغيتي هذاك الشيء اللي بغيتيه وهذاك الشيء اللي نويتيه سير معايا غير بنيتك والله اخويا بدر الله تخيب وانا شوف هاد الهضره انا راه ما تنقولش انا هكا حاجه باش بنادم يدخل عندي يا خي بدر وتخدم ليا وهادي 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 واش فهمتي يا خويا بدر انا تنخدم هذا الشيء هذا قليل في كنبغي انا من نطن يعني انا ما نطرقش هذا الدومين هذا خويا بدر انا ما نطرقلوش بزاف واش فهمتي ولا لا يعني انا راه عندي دومين ديالي واحد اخر خويا بدر كنمشي ترزق ديال الله على وليداتي وهاد الدومين هذا كنخليه ابار اخويا بدر حتى كنشوف شي بنادم مرات ولا واكل العصا ولا بصح مريض اخويا بدر هذيك الساعات كنوقف معاه لا في سبيل الله كما قلت لك اخو بدر انا راه ما تنصرفش على بنادم ما تنقولش بنادم عطيني قدا وقدا وقدا خطا غير هذيك الفلوس اللي انني كناخذ بها السلعه هذيك راه حاجه باينه كنحيدوها السلعه بحالاش السلعه يعني السلعه هذه ديالي اخو بدر هذاك الشيء باش كنخدم الناس حيت كاين شي ناس هنا ربما فهمتي ولا لا هذا الشيء ماشي ديال اللعبه اخو بدر يعني هذه السلعه واخا نقولها لك انا بنادم ما يعرفهاش وخايب غير باش يخدمها ما تصدقلوش مثلا شي بخور ولا شي حاجه كنخدم به انا بخور شي بخور المهم شي اعشاب وشي حاجه المهم كنخدم بها انا باش كنحيد هذه المسائل هذه وزيد عليها ذاك التراب اللي قلت لك راه عندي مور اللوحه ديال الدار ديالنا راه كاينه ديك البلاصه راه فين ساكنه عائشه وهذه راه البلاصه تما راه ديك بوحدي هذه كنحتاجها في حاجه واحده كنحتاجها غير في الناس اللي كيكونوا ما تيولدوش مثلا ولا عنده الاكزيما في يدو ولا مثلا عنده الحساسيه وذاك
هذاك الشيء كنهزو كنعطيه للناس المراه اللي ما كتولاش اللي في الحساسيه ديال الجاب مثلا، يعني كتكون خارجه في شي حبوبه مثلا، يعني هذا الشيء كان يعني التراب هذا كنعطيه لهاد الناس هذا. اما الخدمات الاخرين اخي بدر، اما المساله ديال باش تحيي التوكال وباش تحيي الثقاف وباش تحيي السحر وباش تحيي هذا الشيء، يعني عنده خصمه عنده الخدمه ديالو خاصه به، فهمتي اخويا بدر؟ المهم اخويا بدر يوم حمو كما قلت لك في الاول عاوتاني، حمو اخويا بدر حتى هو دار المستحيل باش يدخل حتى هو الخشبه ديالي انا، وباش انه ما بغيتلوش اخويا بدر، ما بغيتلوش وهي ما بغاتلوش. تصور معايا اخويا بدر ملي بغيتلوش وشديت معاه العكس، والله اخويا بدر صيفطني للسبيطار، صيفطني للسبيطار اخويا بدر، تقطع لي عرق فيدي، تضرب لي دي ضربه غير انا ما كنفك اخويا بدر، ما دخل راسي لشي بلاصه لانني انا عندي علاقه بهذوك الناس، ما عندي علاقه بحتى شي واحد غير من بعيد اخويا بدر. تصور معايا تشيرات قرعه جات فيا فيدي، تقطع لي عرق. واخ حنحاول البلاصه اللي ساكن فيها انا. انت الناس في الكومنتير تيقولك حاول نبقاو في هذاك ديال القضيه ديال الموضوع ياك. واخا ماشي مشكل، المهم انا تهضر داخل في الموضوع اخويا بدر، واخا تهضر داخل في الموضوع. يعني هو حمو عمو اللي حمو ما بغيش، انا ما بغيش يدخل عندي انا ذكرى، وجا وقع بيناتهم النزاعات هو عائشه وهذه باش يدخل وهذه، قال لي والله غنصيفطك للسبيطار، هو قالها لي، قال لي والله غنصيفطك للطبيب. سمعتيني اخويا بدر؟ صيفطني للطبيب اخويا بدر، جات فيا بالضربه اليدية تقطع لي عرق، درت عمليه في السويسي 7 سوايع اخويا بدر، البلج والله ما بغى يشد فيا، هضر البلج ما بغاش يشد فيا اخويا بدر، مشاو جابوا شي جوج انواع ديال البلج باش انا غير نتبلج، ما تبلجش مع الله، ما بغاش يشد فيا ذاك البلج. المهم اخويا بدر دوزت هذيك العمليه، تكرفصت اخويا بدر، لا حميل لا رحيم، لا هذه لا هذه، صافي دوزت هذيك المده ديال الخياطه، ودوزت هذيك المده ديال المرضى، وهذه الحمد لله جاب الله التيسير، المهم ولات يدي شويه، وعاودات لي قالت لي راه هو اللي بغى ينشاقم، هو اللي حيت هو كيموت على الدم، باغي يشوف دمك، خصو يشوف دمك اخي بدر، قالت لي خصو يشوف دمك، راه بغى يشوف دمك، راه وصل لهذاك الشيء اللي بغاه. المهم اخويا بدر صافي، هو صافي بعد مني، صافي درت انا شي حوايج وهذه، وشارعت انا وياه، ومشيت حتى للمحكمه ديال الجن، وفي المحكمه اللي كاينه في مراكش، وروقع بزاف ديال الكراه، ويعني تشارعنا انا وياه، يعني صافي حتى بعد مني. فهمتي ولا لا اخويا بدر؟ هي اللي قالت لي سير غاتمشي لمراكش، غاتمشي لجبنه مراكش، وغاتمشي للمحكمه ديال الجن، وغاتمشي وهذه. ما فيك مشى مهروش، فيك ابتسام مشى مهروش. مشيت حتى مهروش اخويا بدر، وتشارعت معاه وهذه، هادشي عارف الحلم، يعني راه حتى كتكون تما يعني وكتغيب، يعني ملي كتوصل للمحكمه كتغيب، يعني العقل ديالك كيغيب، يعني كتبقى غير كتحلم، غير الحلم، يعني هما عندهم اخي بدر عندهم جوج طرق، باش عندهم ثلاثه طرق باش يمكن لك تشوفهم، وباش يمكن لك انك تحاور معاهم، عندك الحلم، وما بين النعاس واليقظه، ما بين النعاس واليقظه، ولا يقدر يجيك اخي بدر يجيك شي صيفه ديال شي انسان مثلا، شي قطه شي هذه، المهم شي بحال هكا. المهم اخويا بدر واحد المره كنت مشيت عاوتاني، مشيت لواحد الليله وبعيده عليا، ما لقيتش المركوب اخويا بدر في الليل، جاي بغيت نجي بحالتي، ما لقيتش اللي يجيبني. تصور معايا اخويا بدر، خرجت من الليله، هي جات مورايا تصرفت على شكل قطه. سمعتيني اخويا بدر؟ تسمعك. تصرفت على شكل قطه، تما جايه معايا من طريق كامله، وهي جايه في جنبي اخي بدر، وتقول اخي بدر واش اذتني شي حاجه، ولا تعرض لي شي واحد، تما تغادى جنبي في جنبها، هذه قطه تما تغادى معايا، جايه حتى وصلتني للدار، راه تقريبا شي ساعه ونص وانا جاي على رجليا، وهي جايه معايا خايفه عليك باش ما تاذيك حتى شي حاجه. المهم اخويا بدر غنطرق لك اخويا بدر الموضوع ديال النهار اللي كانوا عرضوا عليا العرس، هذه هي اللي تيتسناوها كاع الناس من الصباح. النهار اللي كانوا عرضوا عليا اخويا العرس، انا معلم اخويا بدر، واحد العلم اش غنقول لك، فريد من النوع ديالو، واخا هو عالم صعيب اخي بدر، ولكن الا كنتي كتعرف كيفاش تتعامل معاه ما تخافش، يعني وكون على الايمان ديالك قوي بالله سبحانه وتعالى، كون على الايمان ديالك قوي بالله سبحانه وتعالى وما تخافش. فهمتي اخويا بدر؟ انا واخا هكاك اخويا بدر اقسم بالله العلي العظيم، عمري نويت انني ندير شي حاجه ماشي هي هذيك ولا الادب، علاش؟ عندي واحد القلب اخويا بدر سماح بزاف، وقلبي حنين، نقدر نشوف اي حاجه تقدر تاثر فيا، تقدر تبكيني. انا علاش دابا اخويا بدر هضرت معك على السيده اللي قلت لك راه واش عندها السحور ولا، المهم انا راه هذيك الساعه اخويا بدر تهزيت، بغيت نهضر معاها باي طريقه. المهم انا ملي قلت لها تصوني عليا بديت نهضر معاها.
المهم اخويا بدر واحد النهار اخويا بدر ثاني ناعس ناعس بالليل بعد ايام هذيا يجي عندي قالت لي يا فلان قلت لها العام قالت لي راهي عرسي ولدي راه هاد السيمانه قالت لي شنو اللي مربي هاك قالت لي راه العرس ديال ولدي هاد السيمانه قالت لي العرس ديال خوك راه ضروري غتحضر له لا ماشي مشكل قلت لها نحضر له ولكن انا كي عندي نوصل كي عندي يعني انت هو في عالمكم وانا في العالم ديالي كي عندي قالت لي راه كاينه واحد المساله كنسميوها حنا كنسميوها الخطف يعني يعني الخطف ديالهم هما كيسميوه الخطف يعني كيتخطف كيتخطفوا الخلايا الدماغيه معني كيتخطفوا الخلايا الدماغيه وكتخطف الروح يعني واخا الروح راه جرى كطلع وكتهود فيك ولكن الروح ديالك كتخطف كتخطفوا الخلايا الدماغيه باش تبقى مستوعب فهمتي يا خويا بدر المهم وصل الاجال ديال العرس بالخميس وصل الاجال ديال العرس بالخميس انا ناعس دخلت للدار كان قبل ما نعس بحال الله كنسمع كنسمع المهم تهايليل كنسمع هاي لالا نايضه في ودني العرس ديالهم المهم هذاك الشيء اللي عندهم هما راه كيوصلني انا في ودني راه باقي غير الناس كنسمع الهاي لالا الهاي لالا خايب هضر ودني فهمتيني ودني مربجن الصداع الروينه المهم وصلت خايب هضر تقريبا شي جوج ديال الليل ديال ما نعسوا الدار جات عندي البيت يعني كتجي عندي في صيفه زوينه خايبه بدر عندك يا بدر يجيبك الله راه كتجي عندي في شي صيفه خايبه ولا راه كتجي عندي في واحد الصيفه خويا بدر راه تبارك الله الزين والشعر والطوله وخا راه هي الا بغات خايبه بدر راه تصرف لك في ملكه الجمال غتصرف لك فيها غتصرف لك فيها راه كنبغي نوضح لك وصافي وكتجي عندي في واحد الصيفه زوينه لابسه البياض حتى هي ويعني جايه عندي وطارقه الشعر تبارك الله الشعر قدو قداش اخي باضر والعينين تبارك الله قدهم قداش اخي باضر وهي جاتني كتجيني انا في هيئه زوينه عمرها ما جاتني شي هيئه خايبه باش ما نخافش هي هذيك قالت لي شوف راه حنا دابا غنمشيو وراه العرس راه عيبنا دابا عاود باش غنمشيو قلت لها واخا نمشيو قالت لي غمض عينك غمضت عيني يا باضر بحال هكايا كنحس بالملل يعني طلع لي من رجليا حتى راسي صافي كانت غمة ديك الساعة باش هما كيخطفوا باش انك حتى ما تشوفش هذاك الشيء اللي كيديروه هما تغميت اخويا بدر صافي بحال اللي تبلجت صافي كنت في العالم ديالهم غمت عيني حليت عيني لقيت راسي في العالم ديالهم العالم ديالهم اخويا بدر الكهف فهمتي ولا لا؟ يعني في كهف جبل يعني بحال الجبل بحال الجبل كتدخل واحد المسافة كتدخل كاين غير الشماع ما كاينش ضوء الضوء ما كاينش يعني الضوء ما كاينش كهرباء ما كاينش كاين غير الشمع 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 الحنة الشمع الحنة الورد المزهر يعني هذيك الدخلة مهم الدخلة ديالهم هما يا دخلت معاهم تلقى ملوك كبار اخي بدر من الجن سمعتيني ولا لا تلقى ملوك كبار يعني عيشات جميع عيشات كاينة تما فهمتي اخي بدر عيشة بحرية عيشة سودانية عيشة الخليفية عيشة 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 هذه هي كانت هذه مولات الوالد هي هذه اللي معايا أنا عيشة عيشة الخليفية عيشة السودانية يعني جميع عيشات كاينة تما راك سيدي راك سيدي حمو الكبير حمو الصغير القزار يعني الحاج مصطفى الحاج مصطفى خي بدر هو اللي كيحكم في في, في 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 الحمر هو اللي كيحكم الحاج مصطفى راه هو أكبر رتبة في الحمر هو ديال القزارة الميامي الميمون الغمامي الميمون السوداني الاتباع ديال الميمون فهمتيني كاين الميمون الكبير كاين الميمون صحاب الغابويين ولاد حوصه حنا كنسميوهم في العالم ديالنا كنسميوهم حنا ولاد حوصه كيكونوا الغابويين هذوك كيكونوا الكبار ديال الجن هما والحمر هما الكبار كيتسموا عندك الحمر والكحل هما الكبار وتابعهم عيشات ومن عيشات تابعهم ملكه هذو هما اعلى الرتبات يعني الكحل كيتسموا الكحل والحمر هما المرتبه العاليه يعني كاين جوج محلات هما اللي صعاب كاين المحله ديال الحمر والمحله ديال 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 الحصاوين هما الغابويين يعني هما راه فيهم شي اسماء ديالهم يعني اسماء غريبه وعندهم واحد الاسماء فوفو دامبا يعني بلاديما عندهم الاسماء ديال شطويمن شاشين خماشين غربه يعني روليه باباهون يعني هادو عندهم اسماء ديالهم هما خاصه بهم هادو اسماء ديال الجن فهمتي اخويا بدر هادو اسماء ديال الجيل الكبار السلام عليكم بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير
وبارطاج. وبالنسبة للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا، مرحبا بكم معنا في العائلة ديالنا، وان شاء الله هذه العائلة تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك، وعلى الاقل خليونا غير المدينة ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينة عزيزة لهذا البرنامج هذا. السلام عليكم. يعني اعلى الرتبة، يعني الرتبات اللي هما كيكونوا كبار، يعني كله جالس في بلاصة، كله بلاصة ديال الدم، بلاصة ديال الدم. والصغار دايرينو في واحد الكراسة ديال النقرة، كيكونوا هادو صغار طرابيات كيكونوا دايرينو في النقرات، يعني واحد البلاصة ديال يعني كيكونوا جالسين فيها مثلا بحال واحد العرش مثلا، كيكونوا جالسين في النقرات هادو الصغار. لأن الصغار أخي بابر كي هادوك البلاصة ديالهم خاصة ليهم غير النقرة، ما كيمشيوش شي بلاصة أخرى من غير النقرة، يعني كيخافوا عليهم هما باش ما تأذيهم حتى شي حاجة، لأن النقرة أخي بابر راه عرفتي شاش كيوقع على النقرة أخي بابر في العالم ديالهم هما. مهم هذا ماشي موضوعنا، مهم الصغار كيكونوا في يعني في النقرة جالسين حتى هما، يا وراك الحيحة بابر والناس ماكلة والشراب والروينة ودارين الهايلالة حتى هما. نعرفوا حنا فشوية في ذاك العالم كيفاش مثلا شي ماكله وشنو اين نوع الماكله. ويا بغيت نقول لك الماكله عندهم اخي بدر، الماكله هما كيتغداو على العظام ديال الحيوانات، فهمتي؟ يعني الماكله ديالهم هما كيتغداو على العظام ديال الحيوانات، وكيتغداو على الروت ديال الابقار والروت ديال الغنم، فهمتي؟ ولا يعني هادشي ديال الفضلات ديال الانسان والفضلات ديال الابقار والفضلات ديال المهم ديال الحيوانات. ومن غير هادشي هذا عندهم اطباق اخرى حتى هما زوينين بحال التمر اخي بدر، عندهم واحد التمر هما في العالم ديالهم، عندهم واحد التمر غليظ بزاف ومعسل، وعندهم واحد الوجبات ديالهم ثاني خاصه بهم هما، يا ما نقدرش نقولها لكم اخي. انا اخي بدر كنبغي ندخل معاك في هذا العالم هذا، راه ما كتخلينيش ندخل معاك شي مواضيع اكثر. ما جيني اخي بدر ما كتخلينيش ندخل معاك شي مواضيع، لان العالم ديالهم هما ما كتبغيش فهمتي يا خويا بابا؟ فهمتك. المهم هما عندهم الاكلات ديالهم والوجبات ديالهم بوحديتها. المهم ما خصنيش ندخل معاك في التفاصيل ديالهم بزاف اخويا بابا، ما خلاتنيش يعني ندخل في التفاصيل، فهمتي كيفاش؟ فهمتك. ومثلا هادشي ديال العراسات والغناوه كيفاش؟ العراسات ديالهم اخويا بابا عادي، يعني حتى هما كيديروا الليلات ديالهم، قناوه كيكونوا قناوات، يكونوا جبالات، يكونوا حداتات، يكونوا عساوة، يعني العالم ديالهم راه افتراضي، واحد العالم اخويا بابا صعيب. حتى هما تيكون عندهم بحال الالات الموسيقيه اللي كاينين الدف والقراقه. حاجه باينه راه كيكونوا حتى الالات الموسيقيه، راه هما هادشي الالات الموسيقيه اللي خارجين اخويا بابا، هادشي ديال الغيطه والكمانجه راه من زمر الشيطان، حتى هو راه عندهم علاقه بهم بزاف. فهمتي اخويا بدر؟ راه ملي كتكون داير الموسيقى كتكون دايره في ودنك، كتكون داير الموسيقى في ودنك اخويا بدر، كتكون داير ليزيات وكدير الموسيقى مثلا، راه كيشطح لك مارش شحال من واحد كيشطح لك بكراس، فهمتي ولا لا؟ ونزيدك واحد الذكر اخويا بدر، هما راه الاحجام ديالهم راه صغيره بزاف، عارفها ولا لا؟ عارفها. يعني الاحجام ديالهم هما راه صغيره بزاف، هذا كيجيب لك الله راه وقيله راه قدو قداش، وراه فيه متر ولا جوج متر وستين. هو راه اكبر واحد عندهم، هما اكبر واحد عندهم الطول ديالو هو متر شي حاجه، هذا راه اكبر واحد. فهمتي يا خويا بدر؟ اللي سمعت اكبر واحد عنده شبر، اللي سمعت. لا كاين اكثر اش من شبر اخويا بدر، هذا راه شبر راه كيكونوا مازال صغار، هذا راه شبر هما راه كيكونوا اقزام، يعني لا مثلا شي واحد كبير فيهم مثلا، كبير على الله سبحانه وتعالى، راه كتكون عنده مثلا هذيك 3000 سنة ولا 2500 سنة ولا راه كيكون، يعني راه هذا تيتسمى كبير، هذا راه شارب، هذا راه بدا القرون وجاب القرون وعارف كيعقل على جد من اشكال واحد. فهمتيني اخويا بابا؟ انا ما كنبغيش ما تخلينيش نهضر بزاف في هادشي هذا اخويا بابا. المهم قلت لك اخويا بابا، تاهما راه عندهم واحد العالم ديالهم افتراضي من النوع ديالو، والعرس ديالهم كيدوز على شكل هيلاله وقناوه وهادي، ورحبوا بيا خويا بدر، والله الا رحبوا بيا واحد الترحيب زعما اش غنقول لك، مرحبين بيا وانا بلايص البلاصه ديالي، تانايا البلاصه ديالي تانا داير لي واحد الكرسي ديال الذهب تانايا وجالس معاهم، يعني وكاين الاولاد ديالهم وبرازيط، المهم هيلاله كيما قلت لك نايضه وقناوه وجلاله وحماد، حتى وراك اسيدي الماكله هي عارفه ان الماكله ديالي ماشي بهاد الماكله، مشات جابت لي هذاك الشيء ديال
المهم انا حاجه جابت لي الزريعه وكا وكا وداك الاكاجو بيستاج المهم جميع المكسرات جابتهم لي. المهم اخويا بازار دوزت معاهم هذيك الليله قرب الجرب واحد من الساعه صافي القضيه ولاو في العبا راسو يعني اللي عنده شي بلاد واللي عنده الاتباع ديالو يعني كنقول مثلا جاي القريه ديالنا ديال اي سيدي حمو مثلا كيقول هما راقوا راس عاوتاني اخويا بازار كل القريه ديالو كل الزعيم ديال القريه ديالو كل الملك ديال القريه ديالو فهمتيني ولا اللي هما القرات كيكونوا عند كل واحد كبير ديالهم يعني اللي كيحتارموهم مثلا بحال الملك ديالهم يعني كل قبيله تابعها واحد الملك ملك فلاني ملك فلاني ملك فلاني وعندهم الاتباع ديالهم. المهم كل القرى ديالو اللي عنده شي قريه الرئيس كبير ديالهم صافي جدا اهل القريه ديالو صافي كيتسالموا مع بعضياتهم حتى هما كيقولوا مبروك حتى هما كيقولوا يعني حتى هما راه عندهم هادشي ديال مبروك حتى هما وكيتسالموا باش كيتسالموا غير بالسوار تا خي بدر فهمتيني لا بايش الا بغات تسلم عليك شنو الا بغات تسلم عليك راه ماشي تجي تسلم عليك من يدك ليديها ولا تسلم عليك من حنكك الحنكه فهمتيني لا بابا كيتسالموا غير بالسوار غير ساروش كتقرقع بالساروش بحال هكا وروسي اي واحد اخي بدر اللي كيلعب في ساروش في الدار من الاحسن من يبقى يلعب فيه راه غيجبد لك غير الصداع فهمتي اخي بدر. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيلعبوا في ساروش في الدار اللي كيشدوا ساروش يبداو يخربشوه راه غينوض من الحل راه كينوضوا من الحل. المهم هما هذاك الشيء اتباع ثاني العالم ديالهم تا هو هادشي كيتسمى تا هو من العالم ديالهم هما. هما كيتسالوا بالسوارت اخي بدر غير ساروش بغات تبارك لك اش كدير لك بغات تبارك لك مثلا شي حاجه كتشد الساروت كتبدا تحرك الساروت ديالها كتسمى راه انا باركتك فهمتي ولا لا؟ واحد المره خويا بدر عاوتاني كانت اسيدي بنت عائشه ثاني كانت ولدات راه كبيره تا هي راه عندها تقريبا بنتها راه عندها شي 1000 سنه وقايله ولا راه كبيره كتسمى بنتها ولدات اخي بدر ثاني قالت لي والو قالت لي ضروري غتحضر معانا قلت لها وانا راه فهمتي قلت انا راه العالم ديالكم باركه عليا صافي علاش ماشي مشكل حتى بلا ما نمشي قالت لي ما تمشيش قلت لي صافي اللي بغيتي قالت لي بغيتي تمشي راه مرحبا بك ما بغيتيش تمشي راه حقك راه ما غنصيفطوك وفعلا اخي بدر النهار اللي زوجات النهار اللي ولدها النهار اللي بنتها ولدت صور معايا اخي بدر جابت لي الحلوى وجابت لي هادشي ديال الحلوى والفانيل وداكشي ديال جابت لي داكشي ديال الزريعه وكا وكا ومهم داكشي ديال الاكاجو جابتهم لي في واحد جوج تباصل اللي جابتهم لي في جوج تباصل الوالده دخلت على غفله يعني حلات الباب دخلت على غفله اون فوا الوالده غير دخلت هذوك التباصل غباو ما بقاوش يبانو تهزوا باش الوالده ما تعيقش بلي راه كاين شي حاجه هذوك التباصل غباو حتى خرجت الوالده كانت كتهضر معايا ملي خرجت عاد ولاو هذوك التباصل جاو ملي ساليت كليت انا وساليت هذوك التباصل ثاني بشكاو بارك المهم بارك ليها ثانيا المهم انت عارف انا بالعالم ديالهم ثاني ديالهم هما ثاني السوارات حكا درت لها بحال هكا المهم راه كتسمى انا بارك في بنتك. المهم اخويا بدر ثاني راك اسيدي راك اسيدي اخويا بدر قالت لي شوف قالت لي انا بغيت دير لي شي ليله ديالي جوج قالت لي بغيت دير لي شي ليله ديالي وحضروا فيها ولادي وضحك يعني نبسطوا حتى حنا ونضحكوا مع بعضياتنا وهادي قلت لها ما نقدرش ندير الليله وقلت لها انت عارفه قلت لها ما عنديش فين نديرها وبخصوص الوالدين ديالي راه ما عندوش مع هادشي هذا وما بغيتش يعني فهمتي واش ما بغيتش نرد الوالد ديالي حقا بقاو يضحكوا عليه الناس ويقولوا له حقا فلان دار جيب محالك وهادي قلت لها راه ما كاينش غير بابك قالت لي راه كاين هذاك الوالي اللي كتعرفيه نتوما قالت لي غدير لي الليله ديالي قلت لها واخا ماشي مشكل درت لها خويا بابر الليله ديالها وكطلع راه كطلعت بحال هكا انا دابا انا معاك واقف بحال هكا راه كطلع فيا ما تعرف واش طالع ولا ما طالعش راه كتدخل الجسم ديالي وكتعرف واش طالع ولا ما طالعش وتهضر معاك وتناقش معاك وتحاور معاك كانني انا. قلت لها واخا ماشي مشكل درت لها الليله ديالها خويا بابر جبت هذوك الناس اللي حملتها جبتهم هي هذيك تنامت معاهم عطيتها داكشي اللي قسم الله درت لها الليله ديالها درت فيها الماكله درت فيها الشراب. المهم راك اسيدي دابا غنبداو نخدمو ثاني الخدمه ديالها تبني راك اسيدي جبد ليا ما تجدب جبد ليا ما تجدب. المهم حتى قنعت حتى قنعت هي قلت لها صافي قالت لي صافي جمعوا الناس المسائل ديالهم صافي دوزنا الليله على خير وبخير. راك اسيدي دابا هي دابا قالت لي شوف قالت لي انت بغيتك دابا تبقى تخدم تعرف عاد الخدمه هذه صافي قالت لي انا بغيتك تخدم معاها الخدمه هذه ما تخدمش شي حاجه اخرى ولا تبعتيني راك تعاد تربح حتى ما فهمتش قالت لي انا بغيتك تطرق على هذا العالم بوحدو قالت لي ما بغيتش تمشي لشي عالم اخر وما بغيتش تضرب تماره وما بغيتش تضرب الكروفي وانا تعزيز عليا بزاف
ما بغيتكش تمرد. قلت له قلت انا بقيت عاير غير الدار وهذه والديا راه غيشكوا ما بقيتش انا صافي حتى انا قلت والديا صافي راه غيكونوا هانيين وصافي وداير ما نبقاش نقلب عليه. قالت لي شوف قالت لي انت كتعرفني انا وما كتعرف حتى شي واحد قالت لي والديك والديك بلاصه وانا في بلاصه. قلت لي انا قالت لي والديك الا بغاو يعرفوني انا على 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 الشيء اللي عندي انا القدره اللي عندي قالت لي يباركم الا بغاوني نوريهم القدرات ديالي راه نوريهم القدرات ديالي. قلت كيفاش؟ قالت لي عاد توصل الجوج ديال الليل وانا معاك. قلت له واخا. تصور معايا البلاصه اللي نعس فيها اللي نعس المواليد دار الوالده والوالد. ترى خايب هضر كان شاش كدير انا خرج خرجتني من البيت ديالي وكتديني حتى الباب فين فين كاينه الوالده والوالد وسبحان الله خايب هضر كنتهز كنتهز كامل فهمتي كنت يعني رجليا كيتقطعوا من الارض كنتقطع من الارض ورجليا كيتهز الفوق خايب هضر وكتولي تهبطني ثاني وكتولي ثاني تهزني الفوق والله ما بغى يفيق شي واحد وسبحان الله ربي دار به خير ما فاقوش موني الدار شي كون فاقوا موني الدار كلشي واحد فيهم طارنا الفرقه ذاك النهار كهبلوا الله يستر بهذاك الشيء اللي وقع راه بنادم راه يفقد العقل ديالو اصاحبي راه والله سيطير له الفرح حق الله خايب هضر وانا خايب هضر كنقول له ودابا صافي ما دب الراس صافي خليهم ناعسين وخليني انا ندخل انا بحال هاجي الناس اللي كتقول لي لا انا بغيت غنوريهم وهذاك النهار هي دار معايا العكس راه انا شديش معايا العكس والنهار اللي ضربك الطرش انا يدو راسي ما انا ما حركها وقالت لي انا باقا شي حاجه اخرى قالت لي نوريها له بقيت كنقول لها لا انا مزاوج الوالدين ديالي فوتيهم العائله ديالي الا كنت انا الا كنتي كتخافي عليا وبصح وكما كتقولي والديا الثقه كتبقى بيني وبينك المساله انا بيني وبينك والديا بغيتهم يبقاو بعاد باش ما يعرفوش هذا الشيء هذا بزاف حيت هما انا اصلا الوالده خايبه ضر بسبب هذا الشيء اللي فيا انا الوالده ولات كتشبع مع بسيكولوغ صاحبي وطاحوا لها الهرمونات الهرمونات ديال الدماغ ديالها طاحوا لها راه كانت الوالده كانت الله يستر كانت عاد مرضى صاحبي كانت تهبل غير متبع لنا مع الطبيب متبع لنا مع اختصاصي ديال هذا الشيء ديال الامراض النفسيه دابا راه عاد ولات مزيان. المهم اخويا بدر نقول لها الوالده الوالده والوالد وخوتي يبقاو في الثقه واخا هاك اخويا بدر واحد المره خويا ثاني مسكين ما عارفش ما عرفنيش انا في هذا الشيء هذا خويا كيدير هذا الشيء ديال هذا الشيء ديال الاشجار وكيدير هذا الشيء راه شنو غيزغبوا الله اخويا بدر غيزغبوا الله وغيمشي لهذيك الشجره وغيقطعها سمعتيني اخويا بدر مشى للشجره خويا بدر وبدا علم ديالو ما عارف مسكين والو غير قطعها خويا بدر كانت غتهبلو خويا تصور معايا خويا بدر النهار اللي قطعها في الليل خرج دخل الدار كيجري مالك شي واحد راه قاجني الهبل هكذا انا هذه السيد فهمتي ستريس جاتو بحال الخلعه جاتو بحال الدهشه السيد ما فهم والو في راسو كانت عاد فليبيه والله خويا بدر كانت عاد فليبيه من دماغه دخل الدار الوالد ديالي كتحمل وقيلا داير شي حاجه طلق معاه بالترفيقه السيد عدوى اللي يضرب الوالد اللي يضرب خويا عدوى قلت له مالك انا راه الكرمه باقي ما شاش راه مقطعه طلعت لي خيبه الكرمه باقي ما شاش انا خارج خدام حتى جيت في العشيه دخلت الدار ما مشيتش للبلاصه اللي المعلومه اللي على البلاصه اللي ساكنه فيها عرفتش السيد انا كتحمل ثاني غير كامل شي حاجه ولا داير شي حاجه في دماغه بقيت انت بغيت تدخل اخويا بدر تسمع شي صوت ديال الشمرة ولا لا كاين من تحت الصوت صافي برد من الامور صافي تقال ما قرا عليه الوالد شويه القران عطاه واحد المويهه فيها الرقيه عطاها له شربها عاد تقال وتصور معايا خايب بدر الطواليط بنهار ولا بقى يدخل لها بالخلعه واش تسمعها ولا تهدي لا جاب لله تنسمعك وياك اخويا اها راه الطواليط بنهار اخويا بدر حاشاك الطواليط بنهار خويا ما بقاش يقدر يدخل ليها علاش بسبب هذيك الخلعه اللي كان جات في بيه بيها هو المهم اخويا بدر انا قعدت في الصباح ملي فقت انايا في الصباح دخلت البلاصه ديال الكرمه كنلقاها مقطعه وريت واش خويا قطع الكرمه قلت لي عاسك واش قلت لي راه قطعها وراه ما عارفش قلت لها قولها انا خويا بدر هزيت يدي وخبطتها قلت لها قولها هذيك البلاصه راه ماشي ديال اللعب وماشي ديال الضحك قلت راه ما عارفش واشنو بقيت كنزاوغ عليه بالليل وبالنهار اخي بدر والله اخي بدر كنزاوغ عليه بالليل وبالنهار نزاوغ الله يخلي لك النعز عليك الله يخلي لك الوليدات ديالك والله يسهل عليك بغيتك ما تتابعي ما تصابي ما تقاسي ما خويا انا نزاوغ فيك الا ما ديري على وجهي على وجه
على وجه اخويا وانا راه خوه واصي ما عارفش راه شنو شنو مستوسي شي بعد بعد تما قلت له هادشي ما يلعبوش معايا به قلت له بلاصتي انا مقران ما يقيسليش بلاصتي قلت له انا بلاصتي هادي انا ساكنه تما انا ولادي اش قربوا لعدي قلت له انا راه السي راه ما عارفش قلت له كون كان عارف راه ما غايديرش هادشي هذا صافي بقيت عليها خايب هضره من هدودي والرضوضي عاد سي حافل عاد سي عاد 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 ولا مزيان يا ديك اخويا بدر صافي تيميت انا غادي مع هذيك ليا بحال هكاك اخويا بدر صافي نتبع الليلات نتبع ها هي خاصني وقفات عليا الزياره خايب بدر خاصني نمشي نزور خاصني نمشي لسيدي عليه خاصني نمشي لهبط الحفره ديالها خاصني نمشي نجلس تمايا 3 ايام على الاقل 3 ايام 4 ايام يومين شحال شوف هي شحال يعني خاصها خاصني نجلس 3 ايام 4 ايام المهم شحال ما كان خاصني نبقى جالس خصني ندير الخبز ديالها خصني ندير الطبق ديالها ندير هذاك الشيء ديالها هي الخبز الحنه الزيت الزيتون خصني ندير المهم المهم هذاك الشيء اللي في الموارد المزهر يعني هذاك الشيء اللي خاصها هي خصك تديها فهمتي اخويا بدر المهم صافي انا بقيت غادي معاه في هذيك الحياه بحال هكا يا بنادم تيجي عندي كنخدم له الخدمه ديالو كيجيب الله تيزيه صافي ولات عندي واحد السمعه مزيانه بنادم ولا يعني كيحتارمك ولا كيقدرك علاش بسبب المعامله اللي انت كتعامل معاه كيجي عندك بنادم بعض المره بنادم خايب هضر كيكون واقف بقا وكيقول لي اخويا راه ما عنديش والله ما عندي كنوقف معاه خايب هضر كنمشي نجيب هذاك الشيء اللي عندي انا ونوقف معاه ونعطيه هذاك الشيء اللي خاصه ونتبع معاه حتى كيولي مزيان شحال من واحد اخويا بدر شحال من واحد وقفنا معاه ودابا الحمد لله عندنا واحد السمعه زوينه مع بنادم دابا انا دابا خويا بدر والله الا خويا شمشي راه واقف اخويا بدر ودابا راه الموسم ديال سيدي علي راه كاين دابا تمايا وخصني نمشي ضروري خصني نمشي باش راه ضروري خصني نمشي حيت ما مشيتش اخويا بدر ما كنقولش هو هذا مثلا شي واحد مثلا هنايا في اللايف ولا شي واحد عطاك مثلا شي مثلا تقدر تعطي شي معلومات عليه ولا شي حاجه تجربه قدام الناس في اللايف تجربه اخويا بدر ولاني خصني نعرف الاسم ديالو ضروري الاسم ديالو الاسم ديال مو وزعما شي واحد يعطيك الاسم ديالو ديال مو وتقدر تعرف نشوف شي واحد زعما ويقولنا واش اييه بحال كما انا نعطيني الاسم ديالو الاسم ديال مو ولكن اخي بدر قبل ما نهضروا على هذا الشيء هذا الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا اخويا بدر كلهم عالم بهم على الله سبحانه وتعالى كل شيء اللي كيتفرج كله عالم بهم على الله سبحانه وتعالى الاغلبيه اللي كيتفرجوا الاغلبيه يعني كنهضر لك على واحد مثلا واحد 70 شنو نديروها اللي كيتفرجوا خايب هضر دابا حاليا في الله واحد يصيفط لنا كلهم يعلم بها الله يصيفط لنا السميه ديالو ديال المو كاين اللي عنده هادشي ديال الامراض الروحانيه وكاين اللي عنده مشاكل خاصه به يعني راه كله الهم ديالو كله الغم ديالو كله كيفاش العقل ديالو كيفاش داير وحنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى خويا بدر راه كلشي صيفط لي راه كلشي تيصيفط السميات و اخويا شوف اخويا بدر قبل ما ندخلوا لهاد التجربه هادي اخويا بدر نطلبوا من الله سبحانه وتعالى والعواشر هادي يا ربي حبيبي علينا شي حاجه الله يقضيها له نطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي عنده شي همه في قلبه والله الله يفك الخبال الله يفك خباله والله يعطيه شي خبيزه اللي يتستر بها مع والديه ولا مع وليداته وكنطلبوا من الله يا ربي حبيبي تنجيهم من سم الحديد ومن سم ولاد الحرام اخي بدر لان سم ولاد الحرام صعب من سم ديال الحديد الله يفاجئ على كل واحد هنا كيتصنت والله يعطي لكل واحد من هو في خاطره وهاد العواجر هذه يا ربي واللي عنده شي واحد مريض الله يشافيه والله يقعد الوساد ديالو وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى والثاني نطلبوا الله والثالث نطلبوا الله اللي عنده شي غم الله يفاجئ عليه راه كله ما لقاهاش كيف ما بغى اخويا بدر بالخصوص في هذا الوقت هذا ديال هذا الزمان ديال 2024 و2023 شتي من 2020 اخويا بدر وهي الدنيا غادا غير كتكتس ماشي غادا كتزيد قدام الدنيا ما حد 2020 زادت والدنيا كترجع للور علاش اخويا بدر انا كندخلوا معاك حتى للدار وتوكلوا وتشربوا وبالاخر كتجربوا شحال من واحد اخويا بدر صيفطوش سميتو مواتكم انا في ليكم وحق ربي الحوايج ديالو الا شافك انت معاك الحوايج 087 في الاخر كتجي الضربه من عندك ولكن قلنا واش بصح انا كنطلب على الله اخويا بدر كنطلب الله سبحانه وتعالى والله ينجيك من الظالمين ينجيك من سم ولاد الحرام والله ينجيك من السم ديال الانسان لان الانسان اخويا بدر ما بقاش فيه ثقه الانسان دابا حاليا ما بقاش فيه ثقة كلشي كيغوط راسي
ويحزك على ابسط الامور عندك. يشاف كيركب غير على بيكالا شاو خصو بيكالا، علاش انا ما نركبش على بيكالا وفلان يركب على بيكالا؟ ما تعطيك غير المثال. ربهم الله يا ربي حبيبي اللي عنده، اللي عنده شي واحد مريض الله يشافيه له. امين يا رب. وكنطلبوا من ربي يا ربي حبيبي اللي عنده شي ام عزيزه عليه، يا سيدي يا ربي يا كريم يا العلي، اللي عنده شي ام عزيزه عليه يا ربي تخليها له، راه هي الساروت وهي القياد وهي هي الساس ديال الحياه. واللي عنده شي ام ميتار وكنطلب من الله يا ربي حبيبي اطرحها يا ربي ويوسع عليها ويسكنها في الفسيح الجنه ديالو ويسكنها في الفردوس الاعلى. يا ربي يا حبيبي يا ربي انا كنطلبك يا ربي وربي راه انت اللي عالم بيا في هذه الساعه هذه، كنطلبك يا سيدي يا ربي اللي عنده شي خبال ولا عنده شي سحر ولا عنده شي ثقاف ولا اللي عنده شي مصيبه كحنا تابعه يا ربي حبيبي مي تفك الخبال ديال كل شيء. المغرب كامل صافط لي السميات هم اخويا بدر. اخويا شوف انا نهضر مع انا نهضر مع الانسان اللي هو اللي هو بصح شوكته مدقوقه. واخا نجي ندير شي تجربه اذا كان ممكن، نعطيك نعطيك نختار شي سميه من هادو اللي صيفطوا لي دابا. واخا نقسم الاسم ديالها والاسم ديال ام هاد السيده اللي عاد صيفط لي انت دابا. واخا وصلوني بزاف الصراحه نشوف. واو ماشي كلشي صيفط لي في واتس. واو 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 ما دابا شكون اختار في هادو؟ يا بدر انا شنو شوف انا شوف شنو قلت لك. تكرم الناس كل ما عالم بها غير الله سبحانه وتعالى. اولا دابا بغينا الناس ها شوف راه كاينه كيما كاين الزوين ياك كيما كاين الزوين كاين الخايب. اولا اخويا بدر عندك الصح. واخا انا غنختار لك شي سميه من هادو. اولا خاصني السميه ديالها ودمها الاسم ديال ديالها والاسم ديال الام ديالها. واخا المهم انا نجرب. كاينه وحده قالت لك سميتها التوريه والام ديالها فوزيه. الاسم اسم توريه والام فوزيه. فوزيه. واخا سي بابا. يا ربي. خويا بدر هاد السيدة فوزية خويا تعرضت اخويا تعرض كانت غدا بعدا اصلا في الصور ديالها كانت تعرضت لشي حوايج اللي هما خايبين بزاف. يعني تعرضت للعنف العنف العنف تعرضت للعنف بزاف. اخويا والمشاكل ديالها كانت عندها شي مشاكل كثيرة كان عندها مشاكل كثيرة خويا في الصور ديالها. يعني تا هي مسكينه تا هي دوزات هاد السيده اللي هضرت معاك تا هي دوزات الحاره ودوزات الحلوه. لا مثلا شي حاجه عليها مميزه ولا شي حاجه. لا جاي انا جاي انا جاي الهضره جاي جاي ديال واحد ضربه بضربه. خويا هاد السيده كانت دفعات شي وراق لشي حاجه شي المهم شي وراق لشي حاجه المهم ديالها هي ما صدقولهاش. وهاد السيده خويا تابعها 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 العكس العين العين. يعني حتى حاجه ما كتزق ليها مسكينه. يعني ما كتزق لها حتى شي حاجه وقع كيبغي كتنوي شي حاجه على غدا ما كتبقاش هذيك الحاجه. يعني طراولا مازال مشاكل كثيره خويا بدر. السيده اللي هذه اللي هضرت معاك دابا راه حاليا راه غطلع في اللايف وغتقول لك الهضره راه هاد الانسانه بعدا تمشكلت بزاف بعدا في الحياه ديالها تمشكلت. بكات وضحكات وبكات وضحكات وسدت البيبان وما خلات حتى هي مسكينه فين جرات. وراها اخي بدر راها ناويه واحد الطلب راها ناويه واحد الطلب راه واقفه عليه. كل شيء يقول امين كل شيء يقول امين الناس اللي في اللايف كلها تقول امين. الله يوصلك لمرادك هذاك الشيء اللي ناويه هي الله يوصلها لمرادها. أنا معك أنا معك.
خويا هاد السيده هادي اللي كتهضر معاك دابا كيجيو عندها صحاباتها كيقولوا لها يقولوا لها انت راه عندك التابعه فهمتي ولا لا؟ هاد السيده اللي طلعت دابا كيقولوا لها صحاباتها عندك التابعه وهي التابعه خايبه ضر عندها تابعها من الصغر ديالها يعني متبوعه من الصغر ديالها هادشي اللي تيقول راه كلشي وهي مسكينه هاد السيده كيف ما قلت لك خويا بدر اي حاجه كتبغي ديرها ما كتصدقش كيف ما بغات تكون هاد الهضره عاميه يعني بحال نقولوا مثلا الدنيا واقفه في وجهها ومرضيه الوالدين اخويا بدر اذا مرضيه الوالدين يعني انا شي حاجه اخرى ما بانت لي شي حاجه يعني شي نقطه مهمه عليها اللي ما بانت لي هادشي اللي طلع لي دابا حاليا راني قلتو ليها زعما حنا كنا بغينا شي حاجه مميزه لان مثلا بحال هاد الهضره هادي راه كاع الناس اللي في اللايف اللي سولتهم على هادشي اللي قلتيه بالضبط ما كاينش شي واحد في اللايف ما غاديش تكون عليه حتى هاد الهضره هادي ديال ان لا حيت انا دابا حيت انا خويا بدر هادشي حاليا دابا هادشي اللي انا اللي بان ليا انا قلتو ليها جي ولا لا خويا بدر حيت غير باش نوضح لك مثلا هاد الهضره هادي اي واحد هنا غنسول هاد الشيء اللي قلتيه دابا غنقولوا على هاد الناس كاملين اللي في اللايف غنقول لهم راه انتم محسودين مسحوره تابعه ولا اي شيء وكانت مثلا صنفي وكانت مثلا شي حاجه اللي هي مثلا واحد النقطه مهمه خاصها تقال يعني مثلا يعني خصنا نقولوها خاصها تقال يعني هاد الشيء اللي بان لي انا مثلا شي حاجه اخرى مثلا لان هي خايبة بدر ما عندها حتى شي علاقه بالعالم الروحاني يعني واخا هي عندها شي ديال التابعه وعندها داك الشيء يعني ما عندهاش هادشي شي حاجه مهمه لانها خاصها تجيب وإلا كانت طالعه هي في اللايف اخويا بدر ربما غتسولها وغتجاوبك ربما غتسولها غير هي في اللايف إلا كانت هي دابا حاليا كتسمع في اللايف غتسول على هاد المساله هذه اللي قلت لها كاميرا هي اللي غتقول لك اللي كاين نتمنى تدخل الواتساب تقول لنا واخا كملنا على ما تجاوب هي واخا خويا بدر كيف ما قلت لك اخويا بدر خويا كان مسكين كان صافي كان غي هو كان غي قد العقل ديالو تزاوج يعني وعورت بيها وغير الدري راه باقي صغير وما عارفش وصافي وخليه يعني في 66 كشيف اخويا بدر باش بعدات منه اش منيتكم تكتبوا سميتكم وسميتكم مواتكم اخويا بدر اش غنقول لك انا شتي فيما كانت الليله خاصني نمشي الليله وكان اخويا بدر علاش حيت انا ملي كنمشي الليله عاد اخويا بدر عاد كنولي بحال يعني عاد كنولي انسان يعني ملي كنمشي الليله وكنرجع للدار عاد كنولي انا في القناه ديالي دابا انا اقسم لك بالله اخويا بدر ما عندي من هذا دابا حاليا والله ما كاينه لا قناه ولا هذه ولا هذه خاصني تمشي تما ونقوم الاغراض ديالي وخاصني نحضر الليله تمايا ونحضر الاخرى عادي يعني يعني في جميع القوى ديال العقليه دابا حاليا اخويا بدر والله الا كنهضر معاك وانا مرفوع عقلي كله تما خاصني خاصني نمشي نجي اخويا بدر ونطلبوا من الله يا رب الحبيب يسلموا السلامه يا رب يا رب يا حبيب الله اخويا بدر هذا العالم هذا اقسم لك بالله العلي العظيم اخويا بدر الا مليت والله حتى مليت اخويا بدر هادشي اللي شفت راه انا اصلا اخويا بدر ما بغيتش ندخل معاك شي حوايج اللي هما ما يفهمهم حتى شي واحد ما بغاش ندخل لهم وما بغيتش يعني ما بغاش نبوح بالاسرار ديالهم هما انت كيفاش القضيه يعني عندي بيني وبين شي اسرار يعني ما خصنيش نقولها يعني هذه كتبقى حاله خاصه ما خصنيش نقولها يعني ما خصنيش نقولها انت يا خويا بدر هو هذا هو اللي كاين خويا بدر دابا انا حاليا دابا باقي في هذا العالم هذا كنتمنى من الله يا ربي حبيبي تهز عليا القضيه هذا لان صافي خويا بدر انسان تيتزوج تيدير وليدات وراه اش غنقول لك راه ما هي صراحة ديال الله خويا بدر والله ما خلاتنيش كاع نتزوج قالت لي انت مازال صغير واش بينك وبين شي جواز دابا وخلي الحياة تستمر وخليك معايا وقالت لي الا جات الناس راه غتنهيك عليا وهادي انا صافي انا قررت انني نتزوج انا وقلت لها حبيبي مازال صغير وحب الله صحيحة كاينة كلشي كاين الله يسر لك ما خويا بدر شوف هذا العالم خويا بدر صعيب بزاف باش الانسان يدخل له باش يعطيه الوقت ديالو باش يتفرغ له كاين واحد الدري حتى هو تيصيفط ليا هو صديق خلاص صديق ديالي وتيصيفط ليا في واتساب تيقول لي عافاك عطيه سميتي ممكن الاسم ديالو هو سميتو سي محمد امو سميتها زبيده الاسم ديالو سي محمد وام زبيده هذا صاحب ديالك اخويا بدر صديق ديالي هو خاطر بابا باسم محمد الام زبيده
خويا بدر هذا السيد هذا صاحبك عمرو تعرض للسحر؟ والله ما نكذب عليك ما عرفتش ما عرفتش. لا واش هو كيتواصل معك حاليا دابا؟ هو تيتواصل معايا اه. هاد السيد هذا قول له واش عمرك صابيتي بالسحر؟ واخ هذا خويا هذا نقول لك اخي بدر هذا الانسان هذا السيد صاحبك هذا اصلا اخويا بدر كان عنده شي علاقه مع واحد الانسانه اللي تفارقوا يعني لاسباب معينه وخويا دارت له شي حاجه السيد اللي دارت له شي حاجه السيد حتى هو ولا مكتئب وحتى هو ما بقاش طايب عليه الدنيا والسيد الدنيا كحالته في وجهه حتى هو ويعني دوز يعني طرائف يعني هو دائما هذا الانسان هذا انا نقول لك اخي بدر ربما لك شي لاحظت فيه فاش كتجلس معاه هذا فما كتجلس معاه غير كيبدا يشكي يعني. جو لا يعني غير كيشكي فمو غير كيشكي. يعني الاغلبيه ديال هذا الانسان هذا كيكون غير حزين يعني ما الضحك فين قليل فين كيضحك. لا بالعكس هو تيضحك بزاف اصلا هو في وبالعكس تيضحك بزاف. ولكن اخويا ضروري عنده هذه المساله هذه اللي قلت لك اخويا بدر السيد هذا كيشكي يعني كيشكي بزاف. انا معك اخويا بدر انا دابا راه انا وهلي دابا العقل ديالي فين كيغيب اخويا بدر انا واخا معاك دابا راه وهلي في العقل ديالي فين كيغيب. المهم اخويا بدر هذا السيد هذا بعدا اصلا كان داخل في علاقه كما قلت لك راه داخل في علاقه مع واحد السيده وتفارقوا لاسباب معينه وكان وقع بيناتهم شي نزاعات ومهم تفارقوا وكانت السيده كانت دارت شي حاجه المهم دارت بحال مثلا بحال المحبه دارت مثلا يعني مثلا هذاك كما كنقولوا حنا في يعني الرجوع يعني الانسان اللي كتفارق معاه وكيغلي عليك مثلا كدير له يعني القبول مثلا ولا كدير له الرجوع مثلا باش يرجع لك مثلا فهمتي ولا هو اللي صافط لي دابا قال لي زعما هو ما تيديرش علاقات كاع وما وانا عارف عليه زعما هو ما تيديرش علاقات بالعكس قال اخويا انا بالعكس ما عنديش علاقات لا والو. المهم انا هادشي اللي كان بان لي اخويا بابا دابا حاليا و يعني هادشي اللي طالع يعني هي اللي كتحكم مره خويا بدر الصوره والسميه والاسم ديال الام هما هذه الاغلبيه اللي 100% يعني كتكون الخدمه ديالهم يعني 100% كتكون الخدمه راها دابا ما كاينش شي حاجه مثلا مميزه شي حاجه المهم تكون مميزه ما عرفتش شنو نقول لك المهم شي حاجه يعني شي حاجه مميزه عليه هو شي حاجه مميزه يعني ما طلعش لي يا اخويا بابا طلعت لي شي حاجه دابا عليا ما طلعتش لي يا اخويا قال لي صيفط لي تصويرتي ولكن ما عنديش كي ندير نصيفطها ليه السيم. المهم اخويا بدر انا المهم هي الاغلبيه ديال الخدمه كيكونوا يعني راه ما كاينش مثلا غير سميه مثلا وحده يعني كتكون واحد مثلا عندكم واحد الخدمه اللي خصها تكون مقززه فهمتي ولا لا؟ يعني بحال مثلا حنا كنهضروا انا وياك مثلا غير في الهواء الطلق يعني كنهضروا بحال كنهضروا غير في الريح ملي كيكون الاثبات ملي كتكون الاثبات الهويه ديالك مثلا غير بوليسي مثلا كيحبسك طريق يقول لك اعطيني بطاقه التعريف ديالك يعني باش نعرفك انا شكون انت فهمتي ولا لا؟ حتى ملي كيلونسيك في البوست ديالو هو ملي كيلونسيك في البوست ديال البطاقه عاد كيعرفك حتى ملي انت شكون وشكون وشكون راه كذلك ومثال خايف هذا يعني راه ما كاينش مثلا غير سي محمد واحد مثلا ولد كذا وكذا فهمتيني شنو غنسميه يعني كيكونوا بزاف يعني هذا هو اللي بغيت نوصل لك اخويا بدر وهذا الشيء هذا اخويا بدر راه ما فيهش الضحك اخويا بدر كنهضروا بقلوب ديالنا يعني كنحكوا الانسان كنحكوا الناس
هذاك الشيء اللي كيكون في القلوب ديالنا يعني ما كنهضروش غير ولكن ولكن غير مثلا بحال واحد الحاجه اللي عندي تلاحظ يعني هاد الهضره هذه كامله اللي مثلا اللي قلتي ولا هذه راه مطبقه علينا حنا كاملين مثلا انا مشاكل كاين شي واش كاين شي مغربي ما دازوش عليه ما كاينش انا راه قلتها لك اخويا غير هاد المعلومه واش كاين شي مغربي في الدنيا ما دازوش عليه المشاكل في صغره ما دازوش عليه الضغوطات واش كاين شي مغربي ما حاسدينوش عباد الله يعني مثلا بحال هاد مثلا هاد الشيء راه علينا كاملين حاسدينك واش كاين شي واحد ما محسودش في الدنيا لا والو يعني غير هاد الشيء يعني هاد الشيء انا راه على كل شيء هاد الشيء على كل شيء اخويا بدر انا متفق معك على الهضره هذه لان الانسان بنادم بنادم كل شيء كل شيء كل شيء مغربي الا جيتي تقلب المغاربه كاملين غتلقاهم مراد اخويا بدر ولكن كما قلت لك اخي بدر واش السيده قال لك واش تقدر مثلا السميه ديالها مثلا بحال هكا السميه ديالها شكون على هذا السيد هذا اللي كان هضر معايا دابا انا هذه السميه ديال السيد سي محمد ياك اخويا بابا بدا هذا الانسان هذا اللي كتهضر معايا دابا مشى عليها اخويا بدر باش تفهمني انت باش تعرف انت علاش انا كندوي فهمني اخويا بدر باش يعني باش ما يكونوش خلافات بيني وبينك باش انت تفهم الانسان اخويا بدر ملي كتاخذ من عنده انا ماشي غنهرب لك على الموضوع ولا شي حاجه بالعكس اخويا بدر انا معاك مني ولا حاليا انا معاك لان الحلقه هذه كتكون سناها من شحال هذه اخويا بدر انا معاك وماشي غنهرب مثلا ولا حقه وما عنديش جواب مقنع ولا ما عنديش مثلا واحد الحاجه معينه يعني شي حاجه اكزاكت باش انني نقولها لا شوف اخويا بدر كيف ما قلت لك اخويا بدر انسان انا دابا غير ملي كتهضر مع الانسان مثلا يعني كيجي عندك كيقول لك انا بغيت مثلا نعرف شنو عندي مثلا راه تيجي اون فات معايا والا ما كانش معايا خاصني التصويره باش نعرف انا يعني اللي هو يعني لمن هاد الخدمه اللي لمن دايرينها خاصني نشوف انا هاد الانسان خاصني نشوف التصويره ديالو ونعرفه نشوف الملامح ديالو فهمتي ولا لا؟ يعني وعنده واحد القرايه ديالو خاصه به يعني مثلا الخدمه ديالو كيفاش شنو عنده خصني نشوف التصويره باش نحكم على الانسان واخا انا نصيفط لك انا نصيفط لك التصويره ها انا نصيفط لك التصويره ديال واحد السيد وهذا خيب هضر مهما شوف مهما انك انت يعني مهما انك انت دابا يعني طموح انك باش تسمع هذا الانسان اللي عنده شي حاجه وضروري الانسان هذا اللي غتهضر معايا عليه عنده شي حاجه خايبه هضر هذا الانسان هذا اللي انت مصير عليه ضروري غتكون عنده شي حاجه واخا انا واحد السيد هو صديق انا نصيفطو لك حتى هو راه معنا في اللايف حتى هو ما المهم انا نصيفطك تصويرتو انا نصيفطها لك ونصيفط لك سميتو سميت مو وكل شيء واخ هاي واحد دقيقة نقلب على التصويرة ديال كريم صيفطنا التصويرة كاين واش غادي تصيفطها ليا في الواتساب اللي بيني وبينك اللي بيني وبينك لا لا اللي بيني وبينك انا نصيفطها لك انا نصيفط لك تصويرتو فين هي هنا نشوفو كريم هذا سميتو تاعي وهو هذا هاو وصلت كيك اسمي سموك كريم اسمي دمولي صافطلي كريم الو عرفتي راه كل المغرب كامل صافط لي السميات كريم دريري صحابي كل شي تيصيفط لي الاخوان اللي تيصيفط لي السميات ديالو ديال مو والله الا خاصو عقل